أنا غامورا، أنا لينيسيا، أنا المغامرة الفاتنة، امرأة باغدة تقصد ليريتا أنها امرأة باردة. فك عليك مني حبالي غاشية، تقصد ليريتا الجميلة أن حبالها راشية. عنزة برشا أجمل مني، وإن كنت أجمل من كل عارضات الأزياء، ثم أني حرة ولست تحفة الأثغياء، تقصد مراماريتا الأثرياء. ترقص كارثة الرائعة على كل مقامات حزنها الأنثوي، ثم تبكي طويلا ويتمطى حزنها الأنيق، ويمتد ليلي العويلي الطويل عند قلبي الوحيد إلا قليلا، وتمدني برسالة تركة النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي وهي ذاهلة من ذهولي وذبولي: هذا ابن شام، هذا ابن هشام، وأني زاهدة في الدنيا وفواكه الآخرة، وأحبني كما أحبني، لا أحبني كما يحب لي أن أكون، امرأة صاعقة. كنت يا كليمنسيا الجميلة أرى الرغبة تتمتم بين شفتيك، وتقولين لي عنك يا عيني أنك مريضة، امرأة باردة، ثلاجة في سوق الخردة بالملسين، وأن قلبك الذي كان ينط تحت الجهة اليسرى من صدرك يهذي بحب غامض كما خريطة في الغيوم، تلك التي تقول عنها أنها امرأة باردة، وأنها أضاعت قلبها في سبير عواطفها أو في سوق الجملة لمعاجم الحب والحرب، وأن أرنب عواطفها افترسته ثعالب شكوكها. تلك هي أنت يا كليمنسيا الجميلة، وتلك هي عاداتها، تلك المرأة التي هي أنت، كما البلاد تفعل بقلبها ما تفعل البلاد فعلا بأجمل أولادها وبناتها. يا روتوشكا، يا بنت الموالات الحزينة، إن قلبي يا كليمنسيا ليس فرحا ولا هو حزين على غير العادة، يهذي كما العادة قلبي، قلبي يهذي بكلام بسيط كالفقيرات الجميلات، بسيط هو تماما كما الفقراء الوسيمين، وإن كانوا تحت الاحتلال العاطفي بعساكر من الأعداء والأهل وأهل الأهل، كما تفعلين أنت تماما بقلبي. يفرح قلبي كما يفرح قطك الزبرقان الأنيق ابن مومشكا الرائعة، يفرح حين تقدمين له سمكة وتبوسين عينه اليمنى. يا عيني، يجهل قلبي، يرتبك قلبي، ينتحر قلبي ويرقص بين شفتيك يا كليمنسيا الجميلة. كثر ما عندي أزمات عاطفية، شكرا سليم، ما نجمش كان لاف مشكروك لاف. يعني عربية أنا نعرف برشا نصوص سليم، هو يحب سليم، دونك هذه ربما من أربع النصوص وهي تلخصه وتختزله، ولهنا يعني تفجرت قريحة سليم الشعرية. دونك سليم الشاعر ليس أقل جودة من سليم الفيلسوف. الله يخليك، شكرا. هو مقطع فقط بعد النص مطول، فقط قريت مقطع فقط. على ذكر شعر سليم، يعني تونس، المثقف التونسي، لنقل المثقف، يعني هل هو مثقف عضوي ام هو مجرد مثقف عفوي؟ ربما نستحضر هنا ما تروح تجرامشي في هذا الباب، خصوصا انه تاكد ان ما يسمى ثوره لم تحركها سواكن ثقافيه ولم تصاحبها سواكن ثقافية، ولا وجود لثقافة نرس عليها يوم آخر. تو أنت مارست أشكال استفزاز، واعتبرك أنك مارست الاعتداء علي شخصيا. ثم أطروحة السائدة، اعتداء شخصي، ثم أطروحة السائدة أنه الثورة التونسية لا سند ثقافي لها إلى أخي. هذه يقولها أنا تحت استفهام واستفزاز فقط. ممكن تكون أطروحة، أطروحة مي فكرة بسيطة طبعا، لها وجهاتها، لها منطقه، لا ما يدعمه، ممكن أن يدحضها، أنا أسمعها. أنا المثقف، الثورة ليس وراها سند فكري والثورة إلى آخره. أول الساعة نتفق زعما هي ثورة أو مش ثورة، هذا شو حبيت نسأل. وأنا أسلم جدلا، لك
لكن انا قلت بين ظفرين وفق التصنيف الجنسيه الثوريه، اللحظه التي تتفكك فيها مجموعه من البنى القديمه ورؤيه كامله للعالم ويتاسس تدريجيا بديلا جديدا. انا كتبت في التسع ايام الاولى بعد ان قفز بالمقفوز به الى اخره. المهم يعني رئيس السابق، مش سامع عباره اخرى لانه ليس امامي، لا اريد الاختيار. وهذا ثم حتى المثقفين، ثم احتياطي من الجبن عند المثقفين في استعمال الالفاظ لا ليس فقط في استعمال الالفاظ. لما تقول انت جاهل وعسكري وحيد عسكري، نحن ننسى اننا نسب انفسنا ونشتمها لامر بسيط، وهو هذا الجاهل وهذا الحذاء العسكري يسميه. يعني انه حاكمك 23 سنة، يعني انت 23 سنة مصاب بالغيبوبة. هذا فيه الشتيمة لذواتنا دون وعي منا به. الذي حدث هو قلق في الشعب التونسي. نحن شعب متمرس على التمرد، تاريخنا لم يكن بديل، ثمة بديل جاهز. وكتبت أخشى ما أخشاه أن يأتي على الشعب التونسي ما كان يردده طاهر الحداد من مثل شعبي، فاتتك ليت الدخول يا مهبول. لما أخذ الغنوشي الأول وبعد بزدع وطلب حل البوليس السياسي، ثم نظام يقوم دون البوليس السياسي إلى آخره، عود ترتيب البيت بطريقة سريعة، وإذا بنا نشهد عودة مكبوت. عودة مكبوت استبدادية عنا نحن في الداخل، نتيجة فعل الثقافة، نتيجة فعل غياب الثقافة النقدية. مثلاً مجتمعات كلها عندها ثقافة، كل البشر بما هم بشر، ثقافة نقدية. لم نعي باللحظة الحضارية التي نحن عليها. ينظرون لنا من الخارج نظرة استثنائية، ونحن لا ننظر إلى أنفسنا وفقا للمقام الذي نستحقه. وبالتالي لابد لنا من مسافة نقدية نسبيا حتى نرى ما نحن عليه حقيقة. نحن شعب من ضمن الشعوب أخرى، يمكن أن نكون عندنا لحظات استثنائية، لكن لسنا تحت الشعوب ولا فوق الشعوب. علينا أن نتعامل، يظهر لي علينا أن نتعامل الآن نتمس فيها، رغم نتحسس هذا الطريق، رغم هذه المتاعب ورغم هذه الصعوبات. ودجا الشخص الفرد نفسه ولا في كوبل يشهد أزمات، يشهد أزمة بينه وبين نفسه. أنا يعنيني أن الثقافة التونسية والمثقفين التوانسة ينتبهوا إلى ضرورة تفكيك هذه الأزمات المركبة. أزمة في التعليم، أزمة عاطفية، أزمة نقل المواصلات، أزمة صحية، أزمة معمارية. ثم أندفع على حاجة اسم بسيطة جدا، الحقوق الحيوانية للإنسان. الحيوان ما عندوش مشكلة سكن، نحن عندنا مشكلة سكن. نحن شعب أكل نصفه. الناس يتحدثوا على السرقة الآن، لكن نسينا إحنا شعب أكل نصفه. أنه التنظيم العائلي، إحنا كنا نمشي على نفس الإيقاع، التدفق الديمغرافي، إحنا والمغرب وسوريا والعراق مارسنا التنظيم العائلي، مش ضد التنظيم العائلي، لكن مفروض الآن شعب أكل نصفه مارس اللونتروبوفاجي ومارس لاسبرموتوفاجي. هذا ما قال كتبته في القدس من زمان، قلت تعالوا نتفقوا على تركة الذين قتلناهم. مفروض واحد في عمر ولدك 20 سنة تسمع فيه أنه لا يعاني من مشكلة سكن، مشكلة السكن المضمونة، التأمين على الصحة. بعد هذه عملية التنظيم، بعد هذه عملية التنظيم، ونحن نعاني من مشاكل بتاع العالم الثالث. نحن في حاجة إلى صفعة عاطفية، أن أفق أننا هذه المرة إذا ما انكسرنا سيكون الانكسار جماعي. قلت عودة هذا المكبوت كأنك لحظات الفرح اللي التونسي يشوف التونسي وعانقه بأي مهما كان لونه وجنسه وجهته إلى آخره إلى آخره، وإذا بها انكسر ذلك العقد اللي أنا طمعت فيه، عقد عاطفي مهم جدا، تغير نظرتك للتونسية وللتونسي، يصبح وجع كل تونسي هو وجعك الشخصي إلى آخره، تولى فما حب، كان تدفق حب، لكن لسويعات ولهنيهات. عاد المكبوت الجهوي. أنا أجد أحس بقلق، حتى روح على القفصي ونروح على القفصة إلى آخره ونتنقل في الجهات، نحس بقلق
من مثقفين. انا بعثت رساله 4000 كلمه للمرحوم هذاك طارق مكي، قلت له اخشى ما اخشاه، انا لا اعرف جغرافيا جمهوريتك المحلوم بها، اخشى ما اخشاه ان تكونوا جميعكم الساسه عينكم على قصر قرطاج. ما الذي اقترح ان نغير مركز العاصمه من تونس العاصمه الى صفاقس او الى اي مدينه اخرى او الى القيروان بعد سنوات، في صورة قبل عام وشهرين قبل الثورة، في صورة ما إذا تحدث ثورة ليكون لها دوال. أعطيني دالة للثورة التونسية، دالة واحدة سواء مكانية إلى آخره. الدستور هو فيه ما فيه وبارك الله فيهم، وما بذلوه من مجهود وما تقضوه من أموال وما أسألوه من حبر إلى آخره، لكن ليس أرفع من الدستور بتاع 59. كان يمكن أن يحسم الأمر شهرين واثنين. حاجة أخرى مهمة، نمارس السياسة الطمع، الله يخليك خلي جملة قلت أي لا خذ راحتك، نمارسه في سياسة الطمع. أنا عندي اقتراح بسيط جدا، أعضاء مجلس نواب الشعب الموقرين والمجلس الموقر والمقدس والتحب الصفات الإيجابية كلها، لماذا هذا التكالب على لماذا هذا التكالب على الوحدة، على الوصول إلى مجلس نواب الشعب؟ لأمر بسيط ليس خدمة الشأن العام والأمر العمومي، وبالتالي للجاه والسلطان والمال. وهذا كلام يلزمني. أنا أقترح أنه يحصلوا على رواتبهم الشهرية، على رواتبهم الشهرية وفقا لتحصيلهم العلمي زائد 5% ولا 10%. لأنه هذا مثلا أنا أستاذ مدب مثلا نأخذ لي مليون، يعطوني مليون ويزيدوا 5% إلى آخره، تصبح سوى يصبح هذا التنافس وهذا التقاتل الجهوي إلى آخره ملغى. سي سليم ما عادش عندنا وقت، ولكن عندي سؤال يهمني أني نعرف إجابته. ما معنى الزلوق ومن هو الزلوق الأول؟ الزلوق يعني من زلق، من الذي وصفته بالزلوق الأول؟ أنا وصفت شخص من حبي توه لأنه لم يعد حيا سياسيا، وصفت في حوار مع صديقي شكري بسومي بمناسبة الحي، أنه في زمن قوته ما في زمن مكانه، أنه هذا زلوق. ما معنى زلوق؟ أنه لا يثبت على رأي ولا نعرف. ما تنسيش اللحظات الأولى من هجرة أو تهجير الرئيس الآخر كيف كان الخطاب السياسي. هل ما زال لدينا زلوق؟ لا توا عنا زلوقين. زلوقين يعني زلوقين هذاك علاش اسمع ما شفاش ثم كتاب خارج في 58 والمفارقات كاتب محمد مزالي، وانا اطالب بعد نشره هالكتاب رغم انه يكرهني، كان ويكره الارهاق مثلي. اسمه الديمقراطيه، بيشخصنا الان نحن ننتخب من يمثلنا في مجلس النواب ولا نعود لمراجعته. تنتخب رئيسا ولا 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 الرئيس هو موظف عند الشعب، وليس الشعب هو الموظف عند الرئيس. وهذه المعادلة نحن نخلط بين نظام الوسائل ونظام الغايات. الدولة هي أساسا أداة ليست مقصودة لذاتها.